بمناسبه اليوم العالمي للسمنه اليوم، اشنو هي الكلمه اللي تبغي تعطيها لدوك الناس اللي كيعانيو من السمنه؟ الكلمه اللي غنقول انا، المغرب تبارك الله دابا راه سيفيليزي، راه متحضر، خص الناس يقوموا يديروا الرياضه، يقلبوا على لي صال لي فام لي غران فام، هذا تيبقاو قاعدين في الدار تياكلوا ويشربوا النعاس، واكلين ويشربوا النعاس، يخرجوا للرياضه يديروا سبرديلات ويخرجوا يتحركوا مع الناس، يمشيوا ويدوروا ويدخلوا يعوموا. يعني الرياضه شي حاجه ممتازه للغايه، وهي غادي تولي ضروريه في الحياه، الرياضه غتولي ضروريه في الحياه ومؤكده، لان لما درتيش الرياضه غادي الا درتي الرياضه غادي تيفيتي بزاف د الحوايج، لي مرضي دي مرضي غادي تيفيتيهم، السكر طونسيون، يعني بزاف الحركه، وغادي تحس بواحد النشاط وواحد. علاش الناس ما كيبغيوش يستافدوا من الحاجه اللي صحيحه ومزيانه؟ الحاجه اللي صحيحه ومزيانه راه هي الرياضه، الا قاموا بالرياضه غادي يكونوا مزيانين في الحياه ديالهم، ما يمشوش للميدسان، ما يمشوش بزاف د الحوايج، غادي ربما يطول لهم الله العمر، الله كنقول الله يطول لهم العمر، اما هما بيديهم كل شيء، لان الا درتي الرياضه غاتيفيتي واحد 10 سنين ولا هذا اللي قدام، ما هي المطره ضروريه. انا كننصح الناس اللي عندهم السمنه بزاف يحاولوا ما امكن يديروا رياضه، يتمشاو بزاف، ينقصوا شويه من الماكله اللي ما بحال البطاطا سميتو مقليه، هو صعيب مع المده راه يقدر هذيك السمنه تولي امراض بحال السكر بحال طونسيون، بزاف ديال الامراض كينتجوا على السمنه. وكنصح الانسان يحاول ما امكن يدير الرياضه، بحال ما دار الرياضه مزيان، ونتمنى لهم خير ان شاء الله، ويوم وتكون صحه جيده ان شاء الله. كيعانيو لا بليبار لي ماروكان كلهم، لي فام كلهم ماروكان كيعانيو من السمنه. علاش؟ اللي الضروره احكام، ما تيبغوش هما يستافدوا، ما تيبغوش يسمعوا نصيحه من عندي انايا، وكنتمنى يسمعوها، يخرجوا يديروا الرياضه، يتمشاو، ياخذوا هذا النشاط، هذا النشاط علمي، هذا نشاط علمي، غادي ياخذوه غادي يستافدوا منه، غادي يوليو يعني يتفكروا كاع الناس الاخرين. قلت لك هي الموت كاينه ضروريه علينا، ولكن تزيدها بلوس لي مالادي راسي غراف. شكون اللي كيطيح في هذا الفخ؟ كيطيح الاب، طيح العم، الخال، الجده، بزاف. لهذا ما غادي يخسر والو، غادي يلبسوا سبرديله وغادي يمشيو على رجليهم واحد المسافه ويجيو عوما، وموا غير 30 مينوت في النهار ويجيو ويعوموا، غادي يكونوا بخير وعلى خير، غادي يحققوا شي حاجه اللي هي ماشي في الحياه. الانسان اش كيتمنى؟ الموت راه كاينه، ولكن الانسان اش كيتمنى؟ كيتمنى انه يكون بخير وعلى خير، ويديه الله سبحانه وتعالى في واحد الطرف من صحته. ما هاد المسائل هادي راه جاري بها العمل، خاص الانسان يتحرك يدير الرياضه. حنا راه سيفيليزي دابا، المغرب دابا ولا سيفيليزي، متحضر. اكوا سير غادي تهزي 30 الف فرانك 40 وتمشي عند الطبيب؟ انا راه هاشو بالنسبه للسمنه، بالنسبه للرجال نصحهم ما كاين لا شي يسقطوا ولا شي ديال السمنه، بالنسبه للراجل خصو ديما يكون سبور، يكون ديما خفيف، يكون زوين، يكون معجب الناس وكل الراس ديالو النفس ديالو هو الاول، يكون ديما غادي اريز خفيف ظريف. يعني ماشي مازال بالنسبه للعيالات، كاين اللي كيبغي المراه تكون غليظه ولا سمينه ولا مفورم، كاين اللي كتعجبو. انا بالنسبه لهذوك الناس، بالنسبه للنساء، انا من النوع اللي كيبغي المراه تكون عامره، ولكن ماشي حتى لواحد المستوى، واحد لي طاي اللي يكون هو هذاك مقبول. كاين السمنه الزائده، السمنه الزائده اللي ثاني كاين اللي كيبغيها وكاين اللي ما تيبغيهاش، كتولي مرض ولا كتولي برودوي ولا ثاني. لا بالنسبه للسمنه عاديه، الانسان تكون المراه تكون عندها واحد السمنه، يعني تنقولوا هذا طاي، دا طاي زوين عامره مقاده، بالنسبه هذيك كتعجبني انا، بالنسبه من الذوق ديالي، بالنسبه للذوق ديالي. وبالنسبه للسمنه ثاني فوق القياس انا ما تتعجبنيش، انا ما تتعجبنيش. بالنسبه من الاحسن ما كاينلاش، يعني دغيا كتمل، دغيا كتكون هي نيت، ما كتمل هي نيت، حتى راسها ملي كتبرك مع راسها راه ما تيعجبهاش الحال. بالنسبه ليها تكون واحد السمنه عاديه نورمال، يعني قد الطاي ديالها، قد الطول ديالها، قد العرض ديالها، يعني ما تكونش شي مراه كبيره، شي دريه اون فورم، ولكن بالنسبه ليا هاز اكثر من داكشي اللي خصها تكون في الطاي ديالها. انا كنصحهم بالرياضه الصراحه، حتى ديك الماكله ديال الليل تاهي راه كتزيد مني.
من السمن. والصراحه ما كاينش بحال دوك البرامج ديال الصباح وداك الشيء بحال دوك الناس زعما اللي هذوك اللي كيكونوا غلاط بزاف وداك الشيء يبقاو زعما يديروا لهم شي برامج بحال هكا وكاينين عاوتاني حتى داك النوع ديال الدردك وداك الشيء هذوك بزاف هذوك كثار عاوتاني هاد شنو كتلقى عندها بحال الفوق بحال تحت كلشي غلا ما كيبانوش ليا بالنسبه ما عندهمش شي مصلحه في هذاك السمنه وداك الشيء بالاخص دوك اللي كيديروا لي برودويات وداك الشيء يعني ما خصهمش يديروا مزيان كتكون يعني مزيان المسكين اللي مريض الله يكون في العون هذاك ما يكسلهموش بالنسبه هو اللي تيبغي يبان باللي راه غليظ اون فورم باش يبان ولا عاجبو داك اللحم ديالو كثير لا ما يمكنش وانا ما ننصحوش مختار كاين شي حاجه ديال الله اللي هادشي اللي تنقول بالنسبه للرجال خصهم يكونوا ديما يكون طايع عندهم زوين مقاد بالنسبه للعيالات اللي راه كاين اللي تيبغي السمنه بزاف كاين اللي يبغي اون فورم كاين اللي يكون شويه ولكن ننصح النساء العيالات بصفه عامه تكون عندهم واحد السمنه اللي زوينه طايع مقاد وصافي خير الامور اوسطها هادشي اللي كاين وانا دابا كلامي الاخر في هادشي هو هو الصراحه كنصحهم كاملين زعما بالريال شحال هاد الصديقه ديالي دي هادي دابا كتقرا معايا عطيها القصه عطيها لا لا واخا كدير ريجيم الله بديتو الصراحه بدينا الحمد لله شويه شتي راه كتكثر من هكا والله دابا شويه دابا الرياضه الرياضه والريجيم واش بخير دابا الحمد لله الحمد لله صافي دير الرياضه وصافي اش قاش تاكل بزاف غلاط هاد الشيء الرياضه حسن لي وانا الصراحه جربت بقي عطيه الرياضه والريجيم الرياضه والريجيم مزيان الرياضه والريجيم باش شي واش غنقول لك شكرا.